خلف الجبال والغابات والبحار الواسعات، عاش رجل عجوز بعيدا في إحدى الضيعات. وكان عنده ثلاثة أولاد. ذكيا كان الكبير، المتوسط نصف على نصف، وأهبل كان الصغير. وفي أحد الأيام مرة، ما رأى الوالد والأولاد شبيها من عهد الأجداد. بدأوا يفكرون ويدبرون للقبض على اللص الملعون، وأخيرا قر قرارهم على حراسة أرضهم. اذهب هناك يا إيفان، ابحث في الحقل والبستان. أما أنا وأخي دانيال فنبحث في هذا المكان. سبعة. عدها فعلا يجلب المتعة. العابث في أرضنا. قدمت لك حصانين أصيلين جميلين ليس لهما من مثيل، وسوف أعطيك أيضا مهر
ارتفاعه حوالي متر، على ظهره حدبتان، وله أذنان طويلتان، تستطيع بيع الحصانين، لكن لا تبع المهر، فهو صديق ورفيق مخلص لك طول الدهر. والآن الوداع حان. عجيب هذا، لكن من أين جاء الأهبل بحصاني؟ على العشب والبحر في الصباح وأي شيطان انطرقكم؟ فكر ولا تلم الشيطان، اللص أخواك يا إيفان. هذه حقا مصيبة، لكن لها حل عندي. هيا على ظهري اركب، وسيكون الأمر كما ترضى. Thank you.
نار أو دخان. هذه ليست عجوبة بل ريشة الطير المضيء. إن كنت تريد الراحة فلا تأخذها يا رفيق، فهي تجلب النحس والشقاء والتعب. تكلم أنت كما تريد، لكني لست أجدب. ريشة تجلب النحس والشقاء والتعب. وها هي العاصمة. من عادات تلك المدينة انتظار أمر الحاكم لبدء البيع أو الشراء، وها هو الحاكم قد وصل. إنه يعلن بالبوق عن أمره بفتح السوق لتفتح كل الحواجز ولتبدأ البيع والتجارة دون ضجة أو خصام، دون هرج أو صدام. ويعرض التجار الباعة ما عندهم من بضاعة. تفضلوا يا سادة، تفضلوا يا كرام. بضائع من بلاد الهند وأخرى من بلاد الصند. عندي أصناف الفراخ، اختر منها ما تشاء. عندي سروج عادية، ركاب وكرابيج. عندكم طرية، كعك مقمر، تفاح مخمر. غريبي يا كعك. إلي يا اصطحاب، فعندي ما لا توصف. وصل الملك. انظر، معه سائس الخيل كذلك. أصيلة وسوف أشتريها. يا سلام يا عيني. لمن هذا؟ هيا قول لمن هذه الفحول؟ لي يا جلالة الملك، وأنا لهما مالك. أنا أشتريها، فهل تبيع؟ كلا، أبادل. وماذا تطلب بالمقابل؟ مرتين 5 قبعات فضة. يعني 5 10 10. اتفقنا. انتم كيلو لا. السرقة عار عليكم. رغم أنكم أذكى لكنني أشرف.
منكم. ماذا تنتظر يا سائس الخيل؟ هيا خذهما للإصطبل. خيلك لا تسمع سائسنا، وعلى هذا فقد وجب تعيينك لتخدم في قصرنا، وستلبس حلة من ذهب. بأمرنا أنت السائس، وارضع الخيل كما يجب. عجب العجب، فليكن، وسوف أنفذ أمركم. مليكي وأنا أحظى بالنقمة، وتضيع سني بالخدمة. لكل عندي بالحق. هيا بإبانة بالحق. وأنت يا إيفان يا خادمنا الجديد، سوق الخيل للإصطبل. حيات روعة، أكل ومرة وقلة صنعة. الخيل الشبع وأنا ضيفة، على ما يبدو أن إيفان له أصدقاء من الجان، ويساعده حتى الشيطان. سوف أتلصص عليه ولن يفلت من بين يدي.
أيتها الخيل الأصيلة، أنت حسنة جميلة، لكن لي قلبي أقرب ذلك المهر الأهدى. مفهوم المفهوم، وسرك أصبح معلوم. قريبا تنتهي لعبتك. تكلم، لكن اعلم يا حباب الجلاد خلف الباب. هذا اللعين إيفان عن الملك العظيم يخفي ما هو من الذهب أثمن، ريشة الطير مضيء. في السهل والواد أمام كل العباد بإحضار الطير المضيء لو أمر الملك بالذات. أي أحضروا لي الأهبل ليرى ما به أفعل. بأي قانون وحق تخفي عنا يا قميء
كنزا مما نستحق، ريشة الطير المضيء. كيف أمكنه أن يعلم عن ريشة الطير المضيء؟ أية ريشة؟ من أين لي وأنا الفقير مثل هذا الكنز الكبير؟ ماذا؟ وتجرؤ أمامي على الكذب؟ وقعت، ومن قبضتي لن تهرب. اغفر لي آخر مرة، أعدك لن أعيد الكرة. بما أنها أول مرة فأنا أغفرك. لسمعنا قد تناهى بأنك تتفاخر وتتباهى بإحضار الطير المضيء، لو طلبنا منك ذلك ليقتلني الرعد والبرق لو كنت قلت هذا. اسمع أمري يا إيفان، إن لم تحضر هذا الطير وأقسم بلحيتي تحل عليك نقمتي، ولو كنت تحت الماء أحضرك وأجلسك على الخازوق. هيا انصرف. تبكي. وصلت إلى هذا الحال لأنك لم تسمع كلامي. ماذا أفعل يا صديقي؟ ساعدني يا رفيقي. إذا أردت صراحة فاسمع، هذا يعتبر شيئا بسيط إذا قيس بما يتبع، فلا داعي للدمع. ماذا أفعل يا صديقي؟ انصحني يا رفيقي. اسمع قولي المختصر، هيا بسرعة طفتين أحضر قمحا جيدا أبيض وخمرا حلو معتق، وحالا عند طلوع الشمس غدا في الفجر ننطلق. الطيور المضيئة يا إيفان تحط هنا عند الفجر كي تشرب من هذا النهر، فاستعد لصيدها، هذه فرصة العمر. وحان اللقاء.
لقد تأخر إيفان الأهبل إنه يلعب ويتجول ونسي أمر السلطان والوعد الذي قدمه. لو عاد الأهبل ساوي الوفاض سيكون عبرة للعباد. أنا أعد الحفلة من اللي في أبرمها مدينة أصنعها لأن تخيم بها. أنا أعد الحفلة مدينة أصنعها كلب قذر فوز خنزير سأنتقم منك يا حقير. عليك لعنة الشيطان إلى الجحيم يا حيوان. هل نفذت ما أمرت؟ هيا أرنا ماذا أحضرت. أيها الملك لا تستعجل وأمر أتباعك في الأول إغلاق كل النوافذ وسد جميع المنافذ. أي بسرعة يا حجاج، أغلقوا جميع الأبواب. هيا لك من نشاط سريع، هيا ادخل في القفص البديع. كان في قديم الزمان في إحدى البلدان النائية والبعيدة
بحر كبير محيط. كما تحكي الحكاية السعيدة تعيش هناك حسناء جميلة ذات بهاء، أمها الشمس الساطعة وأبوها القمر البحي. هذه البنت يقال في ثياب قشيفة يا أطفال، تسبح في قارب ذهبي مجاديفه فضية، تقوده بنفسها، تعزف مختلف الألحان وتغني الأغاني. سأكيد لك دوما يا أجرب، فليس لك مني مهرب. الحمام الملكي. هيا هش 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 على الظهر والصدر، هيا هش يا من الشهر أنا عليك الزمان، فحل وابن للحمام. وانت عش في الماء الحار وتمتع بالبخار، كي يعود عهد الصيبة أنا عايك الزمان، بحر وذهب للحباب. إيه مزيدا مزيدا مزيد، كمية البخار زيد. إن أنعم عليك الزمان بحر وذهب للحباب. إيه مزيدا مزيدا مزيد، درجة الحرارة زيد. اسمع أيها الملك الأعظم، إيفان الأهبل يكسب بأنه يعرف طير فريد يدعى الحسناء البحرية، ويتباهى ويقول أستطيع عليها الحصول. اسمع، وصلتني عنك وشاية، يقال إنك الآن تباهيت يا إيفان بإحضار طائر آخر يدعى الحسناء البحرية. أقسم بلحية والله شاهد إنها دسيسة حاقد. أي 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 أي. تخابت يا أخ، لكن لن أقع في الفخ. اسمع قولي المختصر، إن لم تحضر في الموعد المحدد والأجل الحسناء البحرية لذاتنا العلية، فسنحكمك بالإعدام ونقطعك لأقسام. هذا النور السحر فيه يمور. Thank you.
ناعمة خفيفة حريرية على سجادة وردية، أجلس وحدي وأغني عذب الألحان الشجية. نصبح على خير، نصبح على خير، في دوام يا نسيم، يا وحوش ويا طيور، يا جبال ويا غابات، يا غضب ويا العمل قد حان. يا روحي يا حبيبتي على أن تكوني زوجتي، فأنا ما أن رأيتك حتى وقعت في غرامك، أحببتك عشقتك، عيناك شديدة السواد تسببان لي السواد، أما أثناء النهار معذب في أمري محتار. هاتي هاتي الآن قبلة، وغدا ستكون الحفلة، أتزوجك شرعا يا حبيبتي وتصبحين مليكتي. وما حاجتي لهذا؟ كلا لا أوافق على هذا. وما العمل إذن يا أميرة وحالتي أصبحت خطيرة؟
إن أردت مني الزواج فاحذر من تحت الأمواج خاتمي الذي وقع في البحر المحيط. اي ادعوا لي يا إيفان. اسمع يا إيفان الأمر، سافر للبحر، في ذلك البحر في القاع خاتم ست الحسن قد ضاع، وإن أحضرت ما طلبت تأخذ مني ما تشاء. لم أرتح بعد من تعبي وعناء البحر، ثم مرة أخرى للبحر. أنتظر العرس أيها الأحمق، فهل فهمت ما أعني؟ هيا بسرعة شكي. بعد جهد جهيد وصلوا للبحر المحيط. إيفان وصاحبه المهر وجدوا في وسط البحر حوتا كبيرا فريد. يعاني الحوت من مرض عديد 10 سنوات على التوالي، يدور ويبحث عن طبيب. مريضا يبدو هذا الحوت، لكن من أي مرض يعاني؟ إنه يعاني من التخمة، وحلت عليه اللعنة لابتلاعه دون رحمة 30 سفينة ضخمة، ولو أعطاه الحرية لزالت عنه البلية. من أين السادة يماتون؟ وإلى أين يتوجهون؟ نحن من بلد بعيد نبحث عن خاتم فريد، خاتم الحسناء البحرية، سقط منها وسط البحر. اسمحوا لي بسؤال، كم سيطول بي هذا الحال؟ ولأي ذنب خطير وعالي العذاب الكبير؟ نجيبك على هذا السؤال، سترتاح في الحال إن وجدت لنا ذلك الخاتم الراقد في البحر العميق. حسنا يا رفيق الصديق وقت الضيق. اسمعوا يا ناس، الكلام موجه للكل. إن كنتم تحبون الحياة ولا رغبة لكم في الممات فاهربوا قبل انقلاب الحوت، فستحدث معجزة بعد مدة، سيغلي البحر بشدة ثم يغطس الحوت. يا للمصيبة يا للمصيبة. اي لنهرب بجلدنا، لنهرب. حلت عليك اللعنة لابتلاعك دون رحمة 30 سفينة ضخمة، ولو أعطيتها الحرية لزالت عنك ليا.
بخدمة الأصدقاء أقدم شكري والثناء، والخاتم الآن على الفور، واحضروا من أعماق البحر. أشك في سوء نيته بعد طول غيبته. تقبل شكري العميق. بل أنا الشاكر يا صديق، لن أنساك مهما طال بي البقاء. إلى اللقاء. الصندوق محكم متين، على ما يبدو فيه شياطين حبسها الحوت اللعين. بسرعة اركب يا إيفان وامسك جيدا العنان. تقبلي يا حبي التحية، جئتك بالخاتم هدية. أريد منك الزواج الآن في النهار، ولا أستطيع الانتظار. أعرف ماذا تريد.
ولكن زواجنا لا زال بعيد. لماذا؟ لماذا يا جميل؟ وحبي لك ليس له مثيل. كيف أتزوجك وأنت عجوز؟ لا سن لك صوما؟ عجوز يضاهي كل الشباب. انظر شعرك أبيض من الشاي وأنا في عز الشباب. اسمع شرطي يا حباء، أتزوجك إن عدت الشاب. لحظة يا ذات الجمال، مستحيل هذا، محال. يمكنك أن تعود شاب. اسمع، غدا عند الفجر في وسط ساحة القصر ليدع الخادم والأتباع ثلاثة قدور كبار، ويشعل من تحتها النار. القدر الأول يملأ تماما بالماء البارد، والثاني بالماء الحار، والأخير بالحليب المغلي على اللهيب. فإن أردت الزواج يا حباب والعودة لعز الشباب، فاخلع هذه الثياب وتحمم في الحليب، ثم في الماء الغالي، وأخيرا في الماء البارد. وبعد هذا الحمام تعود شابا تمام. لا تيأس من هذا الأمر، ادعو إيفان في الحال ويغطس أولا في القدر، وبعدها الملك طويل العمر. اسمع، غدا عند الفجر وفي ساحة القصر نجرب فيك الاستحمام في قدور ثلاثة، حليب مغلي، ماء بارد، وحار. هذا كل ما في الأمر. حمام معقول لا بأس، لكن لسلق الفراريج. أما في الماء البارد فالاستحمام جدا وارد، وإن كنت سلقي تريد فهذا حلم بعيد. ماذا تعاند؟ هيا خذوه، وفي الأغلال كبلوه، قيدوه. أصبحت طويل اللسان، ستتحمم يا جبان، ثم نرى يا إيفان. وحتى لو دع الأمر أفديك فهذا فخر. اطلب من الملك ما يلي: صاحب الجلالة أؤمر أن يستدعوا لي المهر لأودعه الوداع الأخير. والملك طلب كي يجيب، وهنا يأتيني الدور، والآن تصبح على خير. Thank you.
يا إيفان ملابسك اخلع، تحرك ولا تتلكع. أرجوك لي طلب صغير يا صاحب الجلالة، أؤمر أن يستدعوا لي المهر لأودعهن وداعا الأخير. موافق. لقد نفذ مني الصبر، فهيا عجل القيد.
lovely in every way. No one can stop from shining, and everyone I talk to